متابعينا الاعزاء بمقر الحركه الشعبيه ودائما في مواكبه لصبيحه الاعلان عن النتائج المتعلقه باستحقاقات 7 اكتوبر نتواجد بمقر الحركه الشعبيه الذي يحمل رمز السنبله. المقر شبه فارغ على غرار عدد من المقرات الحزبيه الاخرى صبيحه الاعلان عن نتائج انتخابات 7 اكتوبر. الحزب احتل المرتبه الخامسه وراء التجمع الوطني للاحرار. عدد المقاعد المحصل عليها هي 27 مقعدا، أي أن الحزب تقهقر بحوالي 4 مقاعد، حيث كان حصل في نفس الفترة من سنة 2011 في الانتخابات التشريعية على ما مجموع 32 مقعدا. قد خصنا مدير المقر المركزي بالرباط السيد أحمد سيبا بتصريح خاص حول النتائج وحول الفروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية حسب تعبيري، سوف نبثه بعد قليل على موقع الأيام 24. في انتظار انتقالنا إلى مقر آخر، هذه تحيات طاقم الأيام 24، إلى اللقاء.